لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تمام. فضل انا عارف ان انت جواك كلام كتير جدا. لا جواك حاجات كتير جدا 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 خالص. لو عايز تقول حاجه لجمهور النادي الاهلي قبل ما نتكلم فيه الحته الفنيه، فاعتقد ان جمهور النادي الاهلي هيبقى حابب يسمع منك حاجه، ده لو انت حابب. لا خالص والله، اقول لهم اطمنوا على النادي الاهلي، طول ما في جمهور محترم وعظيم ورا النادي الاهلي خلاص ما حدش يقلق. يعني الاشخاص بتيجي وبتمشي ولكن الكيان هو الموجود. فلا اطمنوا جدا. كمان يمكن الواحد دايما بيبقى في الموقع، يعني الواحد في حل انه يتكلم عن زميل وصديق قبل حتى ما يكون زميل، محمد فضل. محمد فضل واحد من افضل الشخصيات اللي موجوده في الوسط الكروي المصري، واحد من اكثر اللاعبين اللي الواحد شافهم احتراما، بتشرف ان هو صديق ليا، وواحد من اكثر الناس اللي الواحد عاشرهم وشافهم بيحبوا النادي الاهلي وبيعشقوا النادي الاهلي، وسمه مميزه جدا لكل ابناء النادي الاهلي او اغلب ابناء النادي الاهلي الواحد بيشوفهم، ان هم بيعلوا دايما مصلحه النادي الاهلي على مصلحتهم الشخصيه، بما فيهم محمد فضل اللي بيتمنى طبعا للنادي الاهلي بغض النظر هو موجود او مش موجود اكيد كل التوفيق. اعتقد محمد دي نقطه مهمه جدا الناس تبقى عارفاها. اتعلمنا من اللي قبلنا واللي هيجوا بعدنا. دايما بص يا ابراهيم، الكيان من غير تمثيل، بس يعني الحمد لله الامور خلاص زي ما بقول لك، جمهوره ده حماه. احنا بنقول على طول المقوله دي، فطول ما في جمهور محترم وعظيم النادي ما تقلقش عليه. يعني النادي زي ما انت قلت في المقدمه، نلعب ماتشات هتبقى في المركز الثاني، هيبقى ناقص 3 نقاط ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا، طبيعي نرجع نبقى مركز الاول. كل ده موجود، ومن اصغر واحد لاكبر واحد هو ما عندوش غير هدف واحد، ان احنا نبقى رقم واحد على طول، ده اللي احنا متعودين عليه. انت بس لو تخف من الهلب ده شويه الدنيا فكت وكله زي الفل، عشان كله بيتم خلال الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.